معكم جميلة أقديم منظمة ومؤسسة معرض الرمضاني اللي هو النسخة ديالو السادسة. كما كتعرفوا أكوز دي كوفيد وقفنا على مدارس 3 سنوات ورجعنا لكم بزاف ديال المستجدات. حنا متواجدين على مدار 5 أيام، اليوم عندنا نهار الافتتاح 8 مارس حتى اليوم الأحد، متواجدين في الكاغي دور الوازيس بمدينة الدار البيضاء، الدخول بالمجان من 11 الصباح ل 8 العشية. مرحبا بكم معنا، متواجدين معكم أكثر من 50 عارض اللي غيجيو يقدموا لكم آخر المستجدات لأي حاجة كتبغيها المرأة المغربية والعائلة المغربية اللي كتخص شهر المبارك رمضان، من جليلبات للمراوات، النساء والرجال وأصلا حتى الدراري الصغار. غنلقاو اوسي داكشي اللي كيخص فن المائده، لي ناب، التاويل ديال الطبله ديالنا، ديال البرارد، ديال الفضه، ديال الاواني ديال الطبخ اللي غنحتاجو، دوك لي روبوات راه داير لكم اثمنه رائعه، جيو استغلوها على مدار 5 ايام. وغنلقاو اوسي العود، العسل، الحلويات المغربيه، البخابورتي يعني اللباس الجاهز للنساء، وبزاف ما غاديش نقول لكم كلشي. واخا بغيت نقول لكم انا عندنا واحد الستوند اللي كيعجبني بزاف، اللي هذوك لي طابي دو بريير، صالات ديال يعني شو كنقول لهم، طابي السجادات ديال الصلاه والمصحف، عندهم داكشي زوين بزاف. دونك بغيتكم تجيو وتستافدوا، لان اوسي كنديروا ورشات بالمجان اللي غيكونوا كيعطيوهم اختصاصيين في الطب والتغذيه، اللي غيعطوكم نصائح على كيفيه شرب الماء في ايام الصيام، في الصيام ديالكم ولا التغذيه بدقيق الكامل. ولا غتكون معنا يوم السبت ان شاء الله 11 مارس اللي غنيه عن التعريف الشيف حليمه الفلالي، اللي غادي تعطيكم واحد لا غوسيت زوينه بزاف اللي بغيتكم تجيو بكثره باش تستافدوا منها ومن الورشات ديالها. اوسي حنا كنديروا لو شو، غيكون يوم الجمعه ويوم السبت معنا الديفيلي ديال البلدي للنساء والرجال، وكل نهار غتكون معنا ضيفه شرف. يوم 8 مارس اليوم غادي نستقبلوا اللي هي غنيه عن التعريف المغنيه المطربه نجاه عتابو. يوم الخميس غادي تكون معنا الممثله جميله الهناوي، جميله الهوني، اللي هو غادي يكون اليوم عيد ميلاد ديالها اللي غنحتفلوا به غدا جميعا. واليوم الجمعه الكوميديه الغنيه عن التعريف مريم قدميري. دونك مرحبا بكم معنا على مدار 5 ايام، من 8 مارس حتى 12 مارس الدخول بالمجان، ونهار الحد غتكون عندنا طومبولا اللي تجيو تربحوا فيها لي كادو. دونك مرحبا بكم معنا.